تحية مجددة لكم مشاهدينا، ونبقى دائما في حصاد سنة 2019 وسنتحدث في النقطة الأهم والأبرز في الحراك الشعبي، وهي مرافقة المؤسسة العسكرية للحراك السلمي وتعهدها بأن لا ترقى قطرة دم واحدة. مشاهدينا نرحب مجددا بضيوفنا في الاستوديو. مرحبا بك سيد الأستاذ نور الدين بكيس أستاذ عام الاجتماع، مرحبا بك مجددا. ونرحب بك الأستاذ نزيه برمضان برلماني، مرحبا بك مجددا. مرحبا. وقبل البدء في نقاش مشاهدينا، نتابع هذا التقرير للزميل الشريف بوغافيا عن دور المؤسسة العسكرية ومرافقتها للحركة الشعبية. رغم عراقة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير وإنجازاتها الكبرى، إلا أن سنة 2019 ستظل علامة فارقة بعد مسيرة المؤسسة العسكرية في تحرير البلاد، ها هي تغيد العباد. ليس من السهل اختصار مسيرة أعوام وطفرة شهور في كلمات قاصرة على الوصف، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. جيش أبي وقيادة حكيمة على رأسها نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ليجيب بصوت عالي: لست وحدك يا شعب. نعطي امر للشعب، الجيش مش يضرب الشعب، انا مستوى الشعب. دقيقتين وقلت مردوا بكم تغلطوا بالشعب. السادس والعشرون مارس 2019، اجتماع تاريخي اشبه الى حد بعيد باجتماع مجموعه الاثنين وعشرين، كان يوما فارقا حين دعت هيئه قياده الاركان صراحه الى تطبيق الماده 102 من الدستور، موازاه مع الماده 87 لارجاع الكلمه للشعب. خاصة بالدراسة تطور الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور. حاول المتآمرون على سلطة الجيش والشعب صم آذانهم على النداء، وإن شئت قل الأمر، ولكن إذا الشعب والجيش يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أطبار يرى دائما أن الحل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المادة 7-8-102 من الدستور. روج المرجفون كثيرا على أن الحراك الشعبي سيفقد سلميته وينجر إلى العنف، لكن التصحيح والرد القوي كان على لسان قائد الأركان صريحا وواضحا دون غموض ولا ارتياب، التزام على أن لا تزيل قطرة دم جزائري واحد. جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، حريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة خدمة لمصالح الأطراف المعادية. وشدة بأس للجيش الوطني تقف سدا منيعا أمام من يعترض الطريق، ليكون الخطاب التاريخي للفريق أحمد جاي صالح رحمه الله بوصلة المسيرة، حين رأى أنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة في 15 من سبتمبر، وهو ما كان بعد أيام في 12 ديسمبر. ومن الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر. سقطت أوراق الخريف وأينعت شجرة الأمل باسقة نحو تنظيم انتخابات رئاسية. حرصت المؤسسة العسكرية على أن تكون على مسافة واحدة من المترشحين. سندو حتى رئيس شعب ولي في اختار. مؤسسة الجيش الوطني الشعبي كانت ترافق الكل على أكثر من صعيد، تحررت العدالة كما تحررت الإرادة الشعبية، ليساق المتآمرون على المحكمة العسكرية بالبليدة وفق القانون ليدانوا 15 عاما ويزيد عنهم بخمس الجنرال الفار خالد نزار. تأكد وأن قناعة انحاربهم أخر نهاية، ما نتخلاش على الواجب الوطني ولا نخلي البلاد هذه يلعبوا بهذا المفسدين هذا. 12 ديسمبر كان صفارة إقلاع الجزائر نحو جمهورية جديدة، ليفوز عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية. اليمين الدستورية تنص بعض فقراتها على الوفاء بالوعد والعهد، وهو ما تجسد بعض لحظات حين كان الفريق أحمد جاي صالح رحمه الله يصعد المنصة متتاقل الخطى ثقل ما تحمله من عبء من الجهاد إلى البناء، ليوشح وسام الاستحقاق وسام صدر: إن الله لا يتوفى نفساً إلا
إذا استكملت رزقها، ونفس الفريق توفاها الله بعد أن استكملت عملها. 23 كانت نهاية البداية، الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله. 3 أيام لبست فيها الجزائر السواد، ليخرج بعدها بيومين السواد الأعظم في موكب مهيب لتشييع جنازة من وقف مع الشعب، ليرقد جثمانه بمقبرة العليا بجانب الشهداء والمجاهدين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. إذن رحم الله الفريق وجعل مثواه الجنة. نبدأ معك دكتور بكيس، يعني شفنا أن دور المؤسسة العسكرية كان واضحا من خلال مرافقتها للحراك السلمي، يعني وحتى وصل البلاد إلى بئر الأمان وحافظ عليها، يعني أن الجزائر أمينة مستقرة. لو نتحدث عن دور المؤسسة العسكرية من هذا الحراك. اولا كي بدا الحراك نظن باللي الغالبيه تاع الجزائريين ما كانش عندهم ثقه في المؤسسه العسكريه، لانه تعودوا عليها المؤسسه اللي تودع الرؤساء، مؤسسه اللي قتلت الجزائريين والغات مسار انتخابي وكانت ضد اراده الشعب. يعني في اخر المطاف الجزائريين كانت عندهم العقده تاع الجيش كما موجوده عند العقده تاع الدول العربيه شفنا، وكان ضاغط بشكل كبير النموذج المصري، لانه المصريين كي دات الثوره تاعهم في جونفي 2011 يناير 2011 كان العسكري يحتفل معاهم وكانوا يمشوا فوق الدبابات والى مرافقه، وبعد خلاص بالرئيس المنتخب خلصت عليه انه يموت في السجن. يعني في اخر المطاف ما كانت حتى حاجه تقدر تقول باللي نقدروا نبنيوا حاجه مع المؤسسه العسكريه. كنا خايفين من النموذج السيسي. نعم، لانه انا نحكوا على قياده عسكريه، ماناش نحكوا على الافراد تاع المؤسسات العسكريه، لانه هذوك شعب وكل حاجه كاش مشكل. مي واش كاين العلاقه بين الجزائريين وبين القياده تاع المؤسسات العسكريه فيها بالكثير من الشك والريبه. كي بدات الاحداث ومن بعد خدات منعرج انه المؤسسه العسكريه قررت القياده تاعها انها تتجه في اتجاه اخر مخالف للسابق، وانها تسمح تحمي المتظاهرين، وهذا اكتشفنا من بعد باللي كان قرار تاع القياده العسكريه، لانه في اخر المطاف حنا كنا بلاد ما فيش مؤسسات، كانت غير العسكر. هذا واش كاين في الجزائر؟ كاين شعب وكاين عسكر. ومن بعد واش كان منيح في البدايات؟ كان منيح انه الجزائريين كانوا يحتجوا ضد من؟ يحتجوا ضد الرئاسه اللي هي كانت المشكل تاع الجزائر. من بعد كي تنحى بوتفليقه وطاحت الرئاسه وبن صالح ما نقدروش نقولوا باللي رئيس الى اخره، لانه حل مؤقت، داروا جزء من الجزائريين نحو المؤسسه العسكريه. التم اللي صار الالتباس، لانه لازم الجزائريين يقتنعوا باللي راهم قدام قياده جديده وقدام ممارسات جديده وقدام مسارات جديده. جزء من الجزائريين اقتنعوا مباشره وكانت عندهم ثقة في القيادة، وبالتالي شافوا باللي كل الخطوات اللي كانت تصرى هي منيحة، ما كانش قمع للجزائريين، ما كانش قمع للمواضرة سلمية سلمية، كانت أشياء كثيرة جميلة، لكن بقى دائما هذاك الخوف، هذاك التردد، هذاك الخوف من المرحلة، ما كانش ثقة في المرحلة، ما على بالناش اسكو يدور، اسكو هذا العسكر هذا يقدر يعاود ينتج المنظومة تاعو، يعاود يبني منظومة، اسكو كان متأزم، صارت له أزمة ومن بعد تصرف بالطريقة هذيك، لو دوت كان يعني معقول عند جزء من الجزائريين، وقعدنا نمشيو لحد الآن يعني أشياء كثيرة صرات. لكن ربما دكتور بكيس، كانت المؤسسة العسكرية وخصوصا على لسان الفريق الراحل قايد صالح كان دائما يقول نريد المسار الدستوري، نريد المرور إلى الانتخابات الرئاسية، نريد هذا المسار أن ينفذ في أسرع وقت، ودائما قالها صراحة لا مطامح لدينا في السلطة، يعني حسمها بصورة مباشرة. شوفوا المشكل وين صرا قايد صالح ربي يرحمه، واش كان يصرى؟ انا كنت نقول في ماي الكلام هذا، في ماي كي بدات الاحداث كان لازم الجزائريين يرافقوا المؤسسه العسكريه، ماشي غير المؤسسه العسكريه ترافق الشعب، كان لازم يرافقوا الشعب. للامانه انت كنت تقول كلاما قاله الاخرون بعد شهور. ايه دوك المشكل هذا حتى نعترف. لانه شوف احنا واش صرنا؟ احنا العسكر كان دائما يمشي بمنظومه، يمشي القيادة تمشي تخدم منظومة سياسية، تخدم منظومة تاع مجتمع مدني، تاع رجال أعمال، وهي القاعدة الخلفية الحقيقية تاع النظام، تاع النظام. من بعد كي صارت الأحداث انفجرت، انهارت العسكر، ضرب القيادة المنظومة العسكرية السياسية والمالية والى اخره. كان لازم الجزائريين يمشيوا مع المؤسسة العسكرية في هذاك الفترة ويخلقوا التعويض البديل. كان لازم يندار البديل، لأنه كي ما يندارش البديل ومن بعد شنو؟ كي تبدا تمشي المؤسسة تسحق ناس، كي تسحق ناس واش دير؟ ممكن جدا تعاود تجيب من المنظومة القديمة، من المنظومة السابقة. تم يصرى الالتباس،
إسرائيل تباس. وهذا هو مشكلة الحراك، مشكلة الحراك مع المؤسسة العسكرية، أنه طبيعة الناس اللي مشوا مع المؤسسة العسكرية كانوا هما في تحت محل شبهة، الناس اللي كانت مع الوحدة الرابعة كانوا في نظام سياسي فاسد، كانوا فاسدين وكانوا يشيدوا بالمؤسسة العسكرية بشكل دائم. واش داروا؟ أساءوا المؤسسة العسكرية، لأنه وكأنهم قالوا للجزائريين حنا اللي كنا مع النظام السابق وكنا نشكروا في النظام السابق، اليوم رانا نشكروا بالمؤسسة العسكرية، وقع نوع من الالتباس. لحد الآن وصرى ما صراش في مجتمعات عربية على أساس أن المؤسسة العسكرية قدرت أنها ترافق المسار وتقدر حفظت دماء الجزائري، وده مهم جدا. علاش؟ لأنه كانت فرصة للجزائريين باش يعاودوا يديروا مراجعة ويعاودوا يشوفوا كشي بنو الجزائر، لأنه ما تظنش باللي سهلة والصرا هذا قريب عام، هذا قريب عام. احنا صرنا أشياء كثيرة وتعلمنا أشياء كثيرة، لأنه احنا الجزائريين كي خرجنا مع الأول خرجنا بنوع من العفوية بنوع من العاطفة، بعد من بعد والصرا اكتشفنا باللي النظام معقد واكتشفنا بلي كاين نظام وكاين ابناء النظام. كخلاصة، هل فعلا نجح الطرفان ربما الحراك والجيش في المرور في هذا الطريق المعقد، هذا الطريق الملغم، هذا الطريق الصعب حتى شوف الآن؟ لحد الآن المؤسسة العسكرية والحراك نجحوا في شيء مهم، هو أنه تجاوزنا مرحلة الصدمة والآثار تاعها الكبيرة، بصح ما دخلناش مرحلة بناء حقيقية لحد الآن، ما زال ما دخلناش مرحلة بناء. كم ستستمر هذه؟ لا دوك هي شوف، الأطراف كانت مأزومة، ما كانش واجدة، العسكر ما كانش مواجد، والدليل انه العسكر في دي جينيرو وناس كانوا حاكمين دي ريجون حطوهم في الحبس. الجزائريين ما كانوش واجدين لانه ما كانوش يمارسوا العمل المؤسساتي السياسي، وما كانش عندهم تنشئه سياسيه كافيه، والاخطر من ذلك النخب ما كانش جاهزه، لانه النخب تورطت بالمنظومه تاع الفساد السابقه، وبالتالي وصلنا بين ثلاثه ما كانوش واجدين. واش كان لازم؟ كان لازم نتفاداو الصراع، نتفاداو الصدام مهما كان الثمن، لانه الصدام واش يدير؟ يعاود يردنا بزاف الله. من بعد كل انطلاقه، كيفاش تكون الانطلاقه؟ بالعقل. انا نهار تعتقد المؤسسه العسكريه بلي البلاد ما تبناش بلا شعب، والشعب يعتقد جازما بلو البلاد مش حتبنى بلا عمل مؤسساتي. بلا مؤسسات طبعا. ربما حتى نمر الى موضوع اخر رفقه الاستاذ نزيه بن رمضان، قضيه الانتخابات، كيف كان مسار الانتخابات؟ هل كانت ربما هذه الانتخابات بداية في طريق الحل؟ بدأنا نعود إلى الشرعية، بدأنا نعود إلى المؤسسات، المؤسسة العسكرية تخلصت من هذاك العبء الذي حملته على أكتافها طيلة الشهور الماضية؟ نعم، إذا نتكلم على الانتخابات ما نقدرش نتكلم عليها كانتخابات عادية، يعني جرات في موعد معين والناس كلها عارفة بأنه ذلك هو الموعد، يعني ما كانش موعد سياسي متعرف عليه من قبل. ما نقدرش نتكلموا إذا على الانتخابات بدون ما نتكلموا على دور المؤسسة العسكرية في كل تلك المرحلة. احنا تكلمنا ممكن في الجزء السابق، قلنا بأنه دور المؤسسة العسكرية كان يعني منذ البداية حتى قبل الحراك. فلما جاء الحراك، يعني أنا واحد من الناس لما مشيت في الجمعة الثانية أعتقد أو الثالثة، يعني أو 1 مارس أو 8 مارس في قالما، يعني يسألوني شباب هل نثق في المؤسسة في الجيش، يعني بشكل عام وما قالوا الجيش، هل نثق في الجيش يعني في موقفه هذا مع الحراك؟ وكان أعلن أنا ذاك المؤسسة العسكرية كانت أعلنت على لسان المرحوم الفريق أحمد قيد صالح بأنها مع موقفها مع الشعب الجزائري. قلت له نعم لازم نثق في الجيش، نعم الثقة الآن في هذه المرحلة لا نثق إلا في المؤسسة العسكرية، لأنه وفيما بعد تبينت لماذا، لأن المؤسسة العسكرية فيما بعد مشات مع الحراك، حمات الحراك، ووقعت حاجة فريدة من نوعها في العالم، حراك مدة 10 أشهر يعني تقريبا بكل أيام، وكانت الجمعة نعم والثلاثاء بشكل كبير جدا، ولكن كانت تقريبا كل أيام كانت تقريبا حراك سياسي، حراك ثقافي على كل مستويات. في بلدان أخرى شفنا مظاهرات اليوم واحد 160 قتيل ومئات الجرحى ومئات المعتقلين، يعني 10 أشهر بدون قتيل، إنجاز بدون ليس بالهين، يعني مش تاريخي، إنجاز تاريخي. ودرس يعني شوف تاريخ كل دول العالم إذا لقيت مثل هذا في العالم. يعني المؤسسة احتكمت فيما بعد يعني للخروج من الأزمة، لأنه بدأت شكوك المؤسسة العسكرية لماذا تقوم بكل هذا، لماذا تحمي الحراك. فكاين الناس اللي غرسوا في أذهان البعض المؤامرة، يعني قال إذن فيه شيء ما يطبخ، يعني ممكن المؤسسة العسكرية ستستفرد بالحكم، ممكن قائد الأركان رحمه الله كان ينوي الترشح ليكون سيسي آخر في الجزائر، يعني قالوا بهذه العبارة لا نريد السلطة لا نريد. لهذا الخطابات كانت حازمة. أولا الاحتكام للدستور، مادة 102 87 من الدستور،
الذهاب الى انتخابات في اقرب وقت، وحتى يعني ما كانش فيه تعنت ايضا، لانه وهذه ايضا مساله مهمه، لانه التاريخ الاول اللي كان 4 جويليا، ولكن لما عامة الشعب الجزائري قالت غير ممكن، كان ظاهر أنه هذا الموعد لن يمر، لن يكون موعدا ولا أي طرف مستعد. الحراك قال غير ممكن، أغلب النخب اللي كانت تقدر تتكلم آنذاك وعندها نظرة كانت تقول غير ممكن، فمشات مسألة أنه غير ممكن، ثم تأجلت، ولكن بفتوى دستورية دائما باش بقينا في المسار الدستوري. الفتوى الدستورية هي تأجيل الانتخابات، عدم جدوى الانتخابات 4 جويليا، تأجيلها إلى موعد لاحق دون تحديده إلى غاية، وكانت جملة مهمة جدا، إلى غير توفر الظروف المناسبة لتنظيم الانتخابات. حتى جاء الموعد يعني الأساسي اللي هو 15 سبتمبر لاستدعاء الهيئة الناخبة، وكان قائد الأركان آنذاك اللي كان فعلا كان يتكلم كل أسبوع مرة مرتين، لأنه كان يملى فراغ، لأنه هذه ممكن ما نحسوهاش الآن وإحنا في 2019، لما تمر الأزمة إن شاء الله تمر على خير ونبنيه فعلا دولة ونعود ونرجعوا إلى 2019، نلقاو بأنه قائد الأركان من خلال هذه الخطابات كان يملى فراغ كبير جدا، أولا بمصداقية، لأنه كان يقول كلام اليوم يتجسد الأسبوع القادم، لأنه هذا كان مطلوب. ما راحوش فقط مدنيين، لما جات المحاسبة مثلا المفسدين وغيره، ما راحوش فقط المدنيين، جنرالات واللي كانوا قراب ليه شخصيا، فيهم قادة نواحي تأكد بأنهم كانوا قراب إلى قائد الأركان، ولكن راحوا إلى المحاكمات واخذوا أحكام كبيرة، يعني مش أحكام صغيرة تاع 6 أشهر أو سنة. فهذا أعطى مصداقية للخطاب وخلى كل الجزائريين يتبعوا، حتى المشككين تبعوا واش كان يقول، إلى أن وصلنا إلى انتخابات 12 ديسمبر. انتخابات 12 ديسمبر لما وصلت، يبدو لي الحلول المقترحة، عملية بناء الدولة، عملية يبقى الجيش كعمود فقري للدولة، وفيه اللي يسميه أنه هو الدولة، لأنه وقوفه وبقاء قوي هو بقاء الدولة قوية، وهذا في الحقيقة اللي سلكنا في الجزائر، ولكن يقع على عاتق الآن رئيس الجمهورية، وعلى عاتق الحكومة القادمة، وعلى عاتق الآن النخب، وعلى عاتق المؤسسات اللي لازم تتبنى من جديد، يقع على عاتقها بناء الجزائر الجديدة وبناء مؤسستها من جديد. شكرا لك أستاذ نزيه. الآن مشاهدينا نتابع فقط تقرير من إعداد زميل أسامة دحمون عن وفاة الفريق أحمد قايد صالح رحمة الله عليه، ثم نعود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. وهل نجد كلاما نعزي به أنفسنا أفضل من حديث خير الأنام؟ نعم، استخدمك الله لعمل صالح ختمت به مسيرتك النضالية، رحلت ولكن قبل موعد الرحيل صنت الجزائر، حافظت على استقرارها، جمعت شتات أبنائها، وكسرت شوكة المعتدين. رجل استدعته الجزائر لخدمتها شابا، وعند الجلد وجدته سدا منيعا، وإن بلغ من الكبر عتية. أمانة اللي بتكلم في الدولة أمانة واعرة، لما واحد يكلم بأمانة تكون في المستوى الأمان. اختار التخندق في صف الشعب وإعلاء صوته وتوحيد رايته من الوهلة الأولى للحراك السلمي، معطيا أوامر بحفظ الأمن وحقن الدماء، مطمئنا الحراك أن شوكة الجيش على أعدائه لا أبنائه. باش نعطي أمر للجيش باش يضرب الشعب، أنا من صف الشعب، أنا من اللي عشت في الثورة، عشت مع الشعب، قعدت مع الشعب في التروريزم، قعدت مع الشعب وعندي علاقة مع الشعب دائما، ووصيت الوحدة دقيتها وقلت مرضوا بكم تغلطوا مع الشعب. وحفاظا على استمرار الدولة والنأي بها عن شبح فراغ مؤسساتها، كان الفريق على موعد مع التاريخ، وقف بوجه بوتفليقة وساق أعداء الجزائر إلى السجون زمرة، وفي أسوأ لحظات الفرقة والشتات كان يخرج مذكرا ناصحا بسمو الجزائر فوق كل الاختلافات والخلافات. الجزائر عندها قوانين وعندها دستور ليحميها، وإحنا حمينا الدستور هذا وطمينا في العهد تاعنا، إحنا نسعو فيها. ألح على البقاء ضمن المسار الدستوري وانتخاب رئيس شرعي، وكان له ذلك ليساهم في رسم مشهد الجزائر الجديدة
تأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته للشعب في انتفاضاته المباركة بسلمية ومسؤولية. كما ديما نقولها، الجزائر باش تعيش، الشعب الجزائري عنده حق باش يعيش حر مستقل. يضع أولى لبناتها مشهد كانت آخر صورة فيه ترصيع صدره بوسام الاستحقاق. قبل أن يترجل راحلا وقد أدى المهمة على أكمل وجه. نتمنى إن شاء الله نكون في حسن ظن البلاد، والشيء اللي عملناه لله في سبيل الله. تغمد الله روح الفريق الراحل وأسكنه في سيحة جنات. إذن كانت آخر أسبوع من سنة 2019، أبى أن إلا أن يفارقنا فيه الراحل الفريق أحمد قايد صالح. طبعا كانت هذه من ربما النقاط المحزنة في هذه السنة، لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام نذهب إلى محور آخر، محور فرح فيه الجزائريون ربما في هذا السنة، فيه انقسامات رؤى هنا وهناك، لكن فيه شيء، فيه موضوع فرح حوله الكثير من الجزائريين، هو الإنجازات الرياضية، خصوصا إنجاز المنتخب الوطني بحصوله على الكأس الإفريقية الثانية للأمم في تاريخه. طبعا بعد قليل تنضم معنا الزميلة سهيلة معوش والحصاد الرياضي، لا تذهبوا بعيدا. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام، حصاد 2019 مستمر معكم عبر قناة البلاد. طبعا هذا آخر جزء سيكون في سنة 2019، الجزء الختامي سيكون بحول الله في العام الجديد. طبعا العام الجديد لا هو فقط نصف ساعة فقط وليس عاما كل. طبعا في هذا الجزء سوف نحاول أن نعرج إلى قطاع الرياضة أو مجال الرياضة. عرفت الجزائر فيه أحداث حزينة وأحزان وأحداث سعيدة، طبعا سنحاول أن نلخص كل هذا رفقة الزميلة سهيلة معوش من القسم الرياضي. أهلا بك سهيلة، ورحب بك، وأعيد الترحيب بالضيوف دكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا بك دكتور مرة أخرى. لا. شوفوا ثقافتك الرياضية، إذا أحسن مني ولا أحسن منك، أنا أنسحب من الآن. وأيضا الأستاذ نزيهة بن رمضان البرلماني. أهلا. طبعا في الرياضة نترك الزميلة نزيهة بالعيدي هي من تحاول، لأني نعرف فقط أن ندينا كأس إفريقيا، هذا فقط. وأنا مثلك يعني سهيلة، نعلم أنه ربما سنة 2019 كانت حافلة بالأحداث، وحتى في قطاع الرياضة والمحطة الأبرز والأهم هي كانت تتويج المنتخب الوطني بالنجمة الثانية، يعني كأس أمم إفريقيا لمدة 29 سنة. يعني لو كنت حابين على أهم هذه المحطات الرياضية في سنة 2019. نعم، كما ذكرتي نزيهة، أولا نرحب بمشاهدنا الكرام وبضيوفنا الكرام أيضا. كما قلتي أنه عام 2019 كان حافل بالإنجازات، كما كانت في أيضا إخفاقات في مختلف الرياضات الأخرى، وأبرز حدث عام 2019 هو التتويج التاريخي للمنتخب الوطني بعد غياب دام لـ29 سنة. إذا هذا الحدث هو الأبرز في الجزائر، وكانت لحظة هستيرية بالنسبة للجزائريين الذين كانوا متعطشين لهذا الإنجاز، وتناسوا حتى المشاهد السياسية والحراك وكذا. نعم، إذا وكان أبرز شخصية يعني برزت في هذا الحقبة هذه الحدث كان جمال بلماضي، الناخب الوطني اللي جاء وخرج المنتخب تاعنا من يعني من القوقعة السوداء اللي نقدر نوصفها أنا شخصيا، وحتى مشوار المنتخب الوطني من قبل أو حتى الجل الناخب الوطني لم يكن سهلا. وشخصيا أصفه نعم. ربما علاش نجح بالماضي فيما فشل آخرون؟ علاش نجح بالماضي في هذا الإنجاز؟ وش هي المعايير ربما توفرت في بالماضي وما توفرتش في الكثيرين الذين قبلها؟ طبعا هناك تفاوت، هناك حليل لوزيش اللي بلغنا به معاه كأس العالم، هناك الشيخ سعدان، لكن بالماضي عنده شخصية فيه انضباط تام، فيه نتائج واستقرار مثقف في الرياضة عموما. نعم علي. طرحت السؤال وأجبت عليه. كما قلت أنه كل ناخب وطني
جاز على المنتخب بتاعنا عنده ميزه تاعو، لكن الناخب الوطني عنده ميزه اللي هو قدر كيفاش يفرض الانضباط داخل المنتخب الوطني الذي يعد الحلقه الابرز او المعيار الابرز لنجاح منتخب ما، بعيدا عن المنتخب الوطني حتى في المنتخبات الرياضات الاخرى وحتى في حياتنا الشخصيه. لو لم يكن الانضباط ما يكونش فيه نجاح يعني. وهذا هو هذا هو الامر اللي خلى جمال بالماضي يعني يدفع بالمنتخب الوطني الى ما هو احسن ووصلوا وين كان حب الشعب الجزائري يوصل. هذه هي الميزه الاهم، وخاصه الجو العائلي. علي، الجو العائلي داخل المنتخب الوطني يلعب دور كبير في النجاح، يعني يقدر يلم شمل اللاعبين. هو الاخ الاكبر شفناه في الميدان لما يحتضن هذا، لما واحد يبكي هو يسكتوا. بارك الله فيك. يعني لم شمل اللاعبين بعد ما كان فيه داخل كانت فيه شنو نقول لكم، تفرقه بين اللاعبين بدون ذكر الاسماء. فوالا، بدون ذكر الاسماء تاع الناخبين الوطنيين اللي سابقين، يعني كانت في انشقاقات اذا صح التعبير داخل المنتخب. لكن الناخب الوطني بالماضي اللي هو مشكور لانه اسعد كامل الشعب يعني الجزائري. العام الرياضيه تقولها سهيلة معوش بدون اي تحفظ، هذا العام هو جمال بالماضي وهو الان مرشح لنيل افضل مدرب او ناخب وطني في افريقيا، وانا ارشحه بقوه كي يعني يحصد هذا اللقب طبعا ان شاء الله. هو ابن مستغانم ايضا. نعم نعم أكيد. نعم نزيها. نعم اكيد. روحوا لك الاستاذ بكيس، يعني المنتخب الجزائري ربما صنع الحراك في الملاعب. لو كان تحدثوا على هذه النقطه، يعني الجزائريين كانوا متعطشين مثل هذه الافراح والتتويجات التي ربما انستهم، كما قالت الزميله سهيله معوش، ربما الازمه السياسيه اللي كانت تعيشها البلاد. هو المشكل في الرياضه انه تقدر تحقق انجاز بلا ما تكون عندك مؤسسات ودوله، صافي علاش يولي ساهل. مثلا تقدر تربح فرنسا، تلعب مع ماتش مع فرنسا تربح فرنسا، بصح عادات ما تقدرش تولي انت خامس دوله في العالم والله سادس دوله في العالم من حيث القوه. على هذه احنا في الشعوب الفقيره تاع بكري هذو شغل متخلفه، واش كانوا يفهمونا؟ دائما يخلونا شغل نسيبورتيو الفريق الضعيف قدام الفريق الغني، ومن بعد كي يربح الفريق نحسوا بالنشوه، شغل حقنا انجاز، بصح كي يخلص الماتش هذاك يقعد غني وانت تقعد فقير. نربطوها شويه بالسياسه. بالسياسه معليش معليش دكتور، هو الناخب الوطني السابق رابح ماجر قال لهم كنا نروح انا من المنتخب راح ينهار المنتخب، وجاء هذا هو بوتفليقه، حبيت ندير اسقاطات يعني فعلا صرا العكس تماماً. انطلق المنتخب. هو الحاجة المنيحة وشنية أنه البالون كانوا يمدوا له درام، دولة تمد له درام، يعني يتصرف عليه درام كبار، وبعد ما كانش يصنع الأداء. احنا كنا نعتقدوا باللي كتخلص مليح تخدم خير، يتخدم منيح. فالبالون كانوا يخلصوا منيح ما كانوش يخدموا خير. المطلوب ما كانش الريزولتا عند الجزائريين. شوف الجزائريين عجبتهم السينيغال، بورتو السينيغال ماشي هي دات كوب دافري، بصح لعبت منيح السينيغال، لعبت بالون منيح، معناتها واش كان المطلوب؟ الاداء. بالماضي واش جاب؟ جاب اللمسه تاعو في الاداء، واش معناتها؟ قال الجزائريين كاين مشكل تاع تسيير، ماشي مشكل تاع دراهم، لانه لو كان جات دراهم بالماضي عرضوا له ما خير، والجوار كانوا يخلصوا نفس السومات وبالك خير، وسيني مام جوار ما تبدلوش يعني تقريبا، اللي كان ما عندوش اداء منيح ولا مع بالماضي عنده اداء منيح، نفس تقريبا وصرا نسبيا مع ليزوفيتش، معناتها المشكل اللي كان مطروح بقوه في مع ليكيب ناسيونال سي انك بيرفورمونس الاداء تاعك، والاداء ماشي مربوط بالدراهم بالدرجه الاولى، يعني بالماضي شغل فضح الجزائر وكانه عندكم مشكل تاع التسيير. لو سمحت علي، لو نربطها بالحراك كما قالت الزميلة نزيهة، أنه حتى الشعب الجزائري في الحراك في كانت تغطيتنا كان يطالب أن بالماضي يكون هو رئيس. نعم تلمو يعرف التسيير ويعرف كيفاش يضبط الأمور داخل المنتخب، لأنه المشكل إحنا ردوبلينا فاش ردوبلينا. إحنا دوك الجزائري اقتنعنا بلي المشكل ماشي غير تاع مؤسسات وماشي غير جبت لي خطة منيحة، المشكل تاع الشخص. كي يكون عندك انت شخص ما عندوش قناعات، ما عندوش شخصيه، اليوم البارح خدمت به الفساد، غدوه تجي تخدم به الاصلاح، ما تمشيش الامور، لانه هذا مامور ما عندوش شخصيه. بالماضي لا ديفيرونس انه كانت عنده قوه في الشخصيه، وهذا اللي اكدوه، معناتها غدوه ما تقدرش مع واحد كيما هذا تفرض عليه العقليات والذهنيات والممارسات تاعك. صافي الجزائريين اليوم فهموا باللي ماهوش مشكل تاع خطه، مش مشكل بك تاع قرار، المشكل تاع قوه الشخصيه تاع الافراد. غدوه كي تجي تحطهم ربما زايده في اللاعبين، شفناهم يعني استماته كبيره، بكاء كذا، فيه تاثير. انا هذا هو سؤالي. انت يغيظك شعبك، شعبك يغيظ، شعب الجزائري يغيظ. كنت وطنيه ما عنده حتى منجز قاعد يمشي في الزنقه يحوس يعيش بكرامه، يحوس مؤسسه دوله، عيب واش وصاف الجزائر. صافي الجوار غاضهم الشعب هذا وما يقدرش يعاونوه ابر انه يعطوا له حاجه يتنفس بها. انت كل سمانه تقعد الالم على الألم.
العالم وتقعد دائما مازالك دائما حيره وخايف من المستقبل وتايه وما عندكش ثقه في المرحله، بعد يجي ينقص عليك، هذا ينقص عليك يلعب قلب. علاش تلقى بايزون في ليدربي؟ ليدربي يولي هذاك الجوار هذاك او يمثل الجمهور قدام في حومته في عقلية اخرى في حومته. نعم. معناتها شغل صعيبه تلقاه بلا حافزيه تاع دراهم يلعب. نعم. يعني بحافزيه يعني وكانه ليكيب ناسيونال عاونوا الشعب الجزائري. نعم. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا حراك، هذا هو الشعار ربما اللي شفناه في هذه السنه. لما قلت حراك هنا يعني الاخت سهيله اكيد كانت تتبع حتى قبل تعيين جمال بالماضي، باش نربطوها ايضا بالحراك مليح نقول لك بانه جمال بالماضي جابته ايضا الماده 7 و8 يعني مجازا فقط. على ماده 7 و8 لانه كان مطلب شعبي، تذكر على وسائل التواصل الاجتماعي كان كمطلب جمال بالماضي، قال جيبوا لنا جمال بالماضي. لانه علاش؟ يعني ماجر طبقنا عليه الماده 102. نعم، الماده 102 طبقنا على ماجر. نقول لك علاش، لانه ماجر مع كل احتراماتنا ليه كلاعب صاحب الكعب الذهبي، نتائجه المبهره في بورتو كان شخصيه يعني شخصيه كاريزماتيه كلاعب، ولكن كمدرب ما توفقش. المشكل مش ما توفقش فقط لاسباب ايضا منطقيه، رابح ماجر ما تلقاش تكوين عصري في كره القدم الحديثه. هو حتى هو لما سالوه قال له تجاربك، قال لهم عندي خبره في البلاطوهات. يعني انك تحل المقابلات في البلاطوهات وتكون مدرب كره قدم فيه فرق كبير جدا. جمال بالماضي خدام صار اخر تماما، حبس كلاعب، مشى الى التكوين واخذ شهادات عليا في التدريب، ثم بدا بفرق صغيره، ثم تطور حتى وصل الى الفريق الوطني القطري، وكل الناس تعرف وين وصلوا، يعني وين دا كاس اسيا. هذه رقم واحد. رقم اثنين، شخصيه جمال بالماضي تمتاز بالجديه العاليه، تمتاز بالانضباط، تمتاز بعدم التفريق. يعني ما عندوش هذا سوبر ستار وهذا لاعب جديد، هذا جبناه من البطوله المحليه وهذا جبناه. لما يقتنع بانه هذا اللاعب ممتاز ويقدر يؤدي مثلا على اليمين على اليسار، يقدر يؤدي كوماريار غوش اريار دروا افون سونتر، يعني المهم يعاملوا. وكان عنده معامله خاصه لهم، معامله جماعيه، وكان نعم وكان عنده معامله خاصه، كان يزرع فيك الثقه، كان شخصيه اللي يعرف يزرع الثقه. ثانيا، يمتاز جمال بالماضي بانه مدرب كف عنده، يعرف خاصة سمعنا من اللاعبين يقول كذا وين بدينا نعملوا خطة تكتيكية، معناها قبل ما كناش نعمل تكتيك، يعني كنا وكأنه كان مدرب عام فقط. الحاجة الثانية أنه كان سوبر ستار، كان هو ثاني كان في مارسيليا وفي المانشي سيتي، كان لاعب هنا، كان لاعب كبير جدا. انا شوف عنده علاقه شخصيه، علاقه اخوه، الاخ الاكبر سهيله، ربما انت شاهدتي حتى انت كنت حاضره في مصر، كيفاش كانت العلاقات؟ ربما احنا كنا نشوفه ما تعرضه الكاميرات، واحيانا عرضته الكاميرات تبقى يعني البقيه مثلا المصريين والعرب الاخرين بقوا يعني مبهوتين في هذه العلاقه، في هذه الحميميه بين باش نختم على جمال بالماضي والفرحه الكبيره تاع الشعب الجزائري لما خذينا كاس افريقيا. نعم، لان خذينا كاس افريقيا اولا، خذيناها في مصر ثانيا، وثالثا خذيناها بمدرب جزائري. مشينا ممكن عملنا رحنا الى 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 دور ثاني في كاس العالم مع حال لوزيتش، كانت فرحه الجزائريين، ولكن الفرحه تبان لي كانت اعظم بمدرب جزائري مثل تقريبا اللي عشناها في 82. ويا ريت لو كانت حتى الالبسه والامور كانت ايضا ميد ان الجيريا، الله غالب كانت شركه اخرى، ولكن المدرب كان جزائري، وهذه اعطت جرعه كبيره جدا للشعب الجزائري. اكيد سهيله، يعني انت كنت متواجده بمصر من اجل تشجيع الفريق الوطني، يعني بعد تتويج المنتخب الوطني بكاس امم افريقيا، يعني شاهدنا ربما بعض الصور والمشاهد سجود اللاعبين رفقه القائد بالماضي. يعني لو كنت حطينا عن هذه الاجواء توصفيها لنا قبل ما هذه نزيهه السجود والفرحه وكامل سبقتها احداث اخرى، يعني والله كانت لحظات كوت ديفوار والله تحبس الانفاس. شخصيا كنت في المدرجات الشرفيه، غادرت المدرجات والدمعه في عيني، وانا متفائله اني المنتخب الوطني راح يتأهل للدور اللي وراه، ولكن في نفس الوقت كنت نقول مستحيل راح نلحقوا ونتوجوا اصلا. لكن بعدها في امام نيجيريا كان الهدف تاع رياض محرز اللي حطها في الجول يا رياض. نعم، اذا كانت هذه لحظه هستيريه جدا. اما بالنسبه لو هذاك الجول تاع رياض، هذاك الهدف اكثر من التتويج نفسه صراحه، لان هكذا حسيتها لانه كانت مباراه، يعني هذا التايمينغ تاعه. نعم، قاتل يعني اكزاكتو، كانت في 90 دقيقه، وكانت مباراه حاسمه، يا تتاهل للنهائي يا تروح للدار.
كانت لحظات يعني حاسمة جدا. ونعود نولي اللقطة تاع السجود لما أعلن الحكم نهاية المباراة الصفيرة النهائية. كانت لو كان كنت أنا في المدرجات مع المناصرين، فضلت أني هذاك النهار ندخل مع المناصرين، والله كانت في إغماءات تلمو، ما كانوش صعيب الجو، ما كانوش دايرين في بالهم انه نعم ما كانوش دايرين في بالهم انهم رايحين يتوجوا بهذا الكاس. وكانت لو نحكي لكم واحد اللقطه صارت شفتها بعينيا، انه شتي لما اللحظه تاع السجود وكامل اللاعبين واش فضلوا انهم يجوا يحتفلوا مع المناصرين في المدرجات. اذا بالامن المصري ما خلاش اللاعبين يحتفلوا مع الجماهير الجزائرية ويخرجوا إلى يعني خارج أرضية الميدان، ويأتي بغداد بونجاح ويوسف بليلي في واحد اللقطة طريفة، كيفاش هربوا لهم، واحد راح ملهى واحد يعني لازم يتفاهم مع الشعب، المهم يحتفلوا مع الشعب، واحد هرب بالكأس والآخر راح مجالي ملهى، هربوا للأمن راحوا مول ليبو نعم. واحتفلوا الحمد لله. دكتور بكيس، نقطة قضية أنه في الجزائر اليوم تطرح العديد الشخصيات، العديد الأسماء، عديد القضايا، تجد فيها اصطفاف من هنا وهناك، تجد اختلاف الآراء، لكن في إجماع كبير جدا حول شخصية جمال بالماضي. نحن هنا لا، الشخص طبعا معروف وما هو وماذا قدم، لكن مهمة أنه نظرة الشعب الجزائري، الشارع الجزائري، لمن ينجز، لمن يقدم، للكفاءة. لا، لو كان بالماضي خسر كات ماتش كونسيكوتيف يشبعوا سبان ويقطعوا فيها 27، ما كان حتى مشكل. الفارق هو الانجاز، يعني في اخر المطاف جزائري جا اي سي بروفي، ومام كي كان جوار يعني في مع ليكيب ناسيونال، ما كيب ناسيونال كانت عيانه، ما كانتش حاجه نعم. بصح الصح وشنو هو؟ ناس تواقي الانجاز، حابين، ما لانه تصور انت شعب ما عندك حتى انجاز، تصور تقعد تسنى انت مازالك تحكي على لاجي الالمان ربحوا دواء، ومن بعد مازالك تحكي على الثوره الجزائريه عندها 60 سنه وكيفاش داروا، يعني ما عندك والو باش تقابل انت، تاخذوا كي يقابلوك ما يعرفوكش، مام با اسمك ما يعرفوك، يقول لك منين بلادك، تقول له الجزائر، يقول لك هذه الجزائر وين جايه، انا هاد السمانه كانوا يقولوا الجزائر وين جايه، لي سقسيك تقول فروم الجزائر يقول لك ما يعرفش، ما يعرفوكش ما عندك والو، بالون ما يعرفوكش، صافي لازم لك انجاز، صافي الجزائري عاش شغل، ما نقولكش دليل، ما بصحش يقول محتاج انجاز، لا بروف الجزائري مازالو يشوف التلفزيون الخيمه تاع ارطغرل يوصفها لك، يشوف الانجاز التركي وارطغرل وكان هذا جارو هكذاك، حنا ما عندنا لانه شاف تركيا تقدمت نسبيا، حنا هذا مشكل تاعنا، حبينا شكون يفرحنا، جانا من البالون، البالون شغل تمسخير، ما بصح بالون، ما بصح انجاز، وشكون جزائري؟ مي غدوه لو كان كاين توازن، شوف نعطيك مثال، لو كان جا الجزائري مرتاح في حياته مثلا، دوك باريزوب رونالدو كي كان يلعب في اسبانيا ما عندوش مشكل مع الاستاذ الجامعي، لان الاستاذ الجامعي ما يخلصش 4 مليون ونص لتما كيما حنا في الجزائر، صافي غدوه واش يصرى كان الجزائر؟ تولي تكره جوار تاع البالون، تكره لونترينور، خاش انت كادر ما تدخلش مليح، عندنا مشكل، بصح لو كان جا عندنا توازن حياتنا منظمه، لا جوزاني با اوبليجي تشوف ماتش تاع بالون، حنا في الجزائر مفروض علينا البالون، ما عندنا والو، حياتنا فارغه في الجزائر، يولي كاع تشوف تقعد اوبليجي عندك ماتش تاع ليكيب ناسيونال كاع يشوفوه، نعم. مفروض عليه، مي لو كان كاين توازن في حياتنا ما البالون ما ياخذش هذا الحيز. باقي الاحداث باختصار فقط. نعم باختصار، الاول برك احنا ما عندناش كل الرياضات، عندنا كرة القدم وبعد شويه رياضات. لا باش لاننا في نهايه 2019 داخلين ان شاء الله على 2020، نتمناو ان شاء الله نتمناو عام خير. نعم الحقيقة كرة القدم والإنجاز اللي حقه فريق الوطني تاع كرة القدم غابة في شجرة في الحقيقة اللي غطت غابة في الحقيقة كبيرة من منظومة فاشلة في يعني لأننا كنا أسياد في كرة القدم في كرة السلة، أين هي إنجازاتنا في إفريقيا، أين هي إنجازاتنا في العالم، أصبحنا ما نروحوش لكأس العالم، كانوا عندنا سباحين يعني، كان عندنا في الأتليتيزم يعني مع عدم خلوفي هذه السنة ما عندنا يعني، والطاقات موجودة من المدارس الابتدائية، وطلع إذن إعادة النظر وإدراج حتى الرياضة في مدارسنا حتى نعاود ونرجعوا من جديد، ترجع الجزائر هيبتها في كل الرياضات ماهيش فقط نعم. كرة القدم. باقي الأحداث سهيلة باختصار. نعم باقي الأحداث باختصار كما قلت، إلى جانب المنتخب الوطني الذي سجل 18 مقابلة بدون هزيمة على التوالي، فيه أيضا إقصاء المنتخب المحلي من التصفيات المؤهلة للشان، إلى جانب المنتخب الأولمبي إلى الذي أقصي هو الآخر يعني ما تأهلش إلى أولمبياد طوكيو
المقبلة. وإلى جانب كل هذا أيضا عندنا أيضا إنهاء مهام المدرب باتيلي من المديرية الفنية، وهذا أحدث أيضا ضجة ويعتبر تحصيل حاصل. إلى جانب كل هذا هو أيضا إقصاء كرة المنتخب الوطني اللي لا 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 قال لك مصباح انت راكي مسوتيها يعني اعطينا شويه انجازات نشوف اقصاءات وانجازات ما عندناش غير انجازات عالي في 2019 عندنا اخفاقات وانجازات الرياضه مش غير انجازات حتى في اخفاقات باش هكذا لا لا لازم الاخفاقات علاش علاش على دوك نقول لك علاش هكذا باش يتفطنوا لو علاش ما حنايا ما نهضوش على الاخفاقات تاعنا ونديروا القلب وتولي الرياضه الجزائريه في الواجهه دائما علاش الاوروبيين على ما نروحوش لاوروبا نروح نقعدوا غير نحصروها في العرب علاش ما نكونوش حنا احسن هاو المنتخب القطري لكرة اليد راه وده هو البطوله العربيه في كره اليد عفوا النادي الغرافه سهيله درتنا حراك رياضي هنا في نعم فعلا لازم الرياضه لازم انا ندافع دائما ما ادافع عن الرياضه الجزائريه دائما ان شاء الله الرياضه الجزائريه تكون في الواجهه نعود نولي الى المنتخب الوطني لكره القدم كان بمثابه الشجره التي غطت الغابه علي لانه غطى كامل على اخفاقات المنتخبات الكروية إلى جانب الرياضات الأخرى عندنا المنتخب كرة اليد وكرة منتخب والكرة السلة المنتخبين ما كانش عندهم أي إنجاز عام 2019 على غرار المنتخب عفوا على عكس الأندية المحلية فيه كرة اليد كرة اليد المجمع البترولي للسيدات حاز على لقب البطولة العربية في حين السيدات راهم حافظون نعم المنتخب عفوا النادي المجمع البترولي الرجال كان عنده المرتبة الثانية وتحصل على الميدالية الفضية على حساب الغرافة القطري في البطولة العربية دائما وإن شاء الله تكون فيها إنجازات عام 2020 شكرا سهيلان نعم. إلى إنجازات ذوي الاحتياجات الخاصة نعم أصحاب الهمم اللي لازم نحييهم اللي لازم نحييهم تحية في الحقيقة مش خاصة فقط يعني أكثر من خاصة لأنه أكثر من الأبطال لا وكل عام يشرفونا ما كان سنة تخلو من إنجازات نعم. من إنجازات 15 ميدالية في البطولة نعم. العربية نعم. بالإمارات نعم سهيلان أصد بكيس شخصية سنة 2019 رياضية بالماضي 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 واكثر حدث هو كاس افريقيا باين ما عندكش حاجه احاديه ما عندكش اخرى مخلوفه يعني استاذ نزيه نعم نقدر نعتبر بالماضي وذوي الاحتياجات الخاصه وقالت لك مخلوفي يعني ما لازمش لا بالتاكيد نعم. مخلوفي ولكن مخلوفي هذه المره لانها فضيه يعني مش فنقدر نعم ولكن باش نشجع اكثر انا حييتهم ونزيد نقول ذوي الاحتياجات الخاصه فعلا تحيه كبيره لهم يستاهلوا كل التقدير شكرا لك سهيله معوش والحصاد الرياضي ودرتي لنا حراك هنا رياضي فعلا شكرا لك سهيله ضيف الكرام دكتور بكيس والاستاذ نزيه رمضان وزميلتي نزيهة مشاهدينا الكرام بعد لحظات نلتقي في العام الجديد 2020 شوفوا دقائق ونشوفوا كيفاش يدخل علينا العام الجديد مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل أهلا بكم مشاهدينا الكرام عام 2020 الفاتح من جون في 2020 دخلنا العام الجديد طبعا إن شاء الله بأماني أن تكون عام التقدم عام تصحيح الأخطاء عام المضي قدما إن شاء الله على المستوى الشخصي لكل واحد منا وأيضا على مستوى هذا الوطن طبعا بعد عام مضني من الحراك ومختلف التطورات إن شاء الله أن نركب السكة الحقيقية ونصل إلى الهدف الحقيقي بحول الله بتضافر الجهود الجميع طبعا أعيد الترحيب بضيوف الكرام وأهنئهم بحلول السنة الجديدة طبعا بداية من الدكتور نور الدين بكيس أهلا بك دكتور مرة أخرى أهلا بك في عام 2020 قبل سنة التقينا طبعا الأستاذ نزيه برمضان أهلا بك وعام خير إن شاء الله لكل شعب الجزائر طبعا زميلة سهيلة معوج أهلا بك عام سعيد أهلا بك مجددا وعام سعيد لكل شعب الجزائر طبعا زميلة نزيهة بالعيدي عام سعيد عام سعيد لك علي ولسهيلة وعام سعيد للأستاذ نزيه برمضان وعام سعيد لك الأستاذ بكيس يعني كنا شاهدنا سنة 2019 يعني كانت سنة مليئة بالأحداث والمفاجآت سنة الحراك الشعبي يعني كيف تتوقع أن تكون سنة 2020؟ أولا عام سعيد لكل الجزائريين نظن نعود نولي للأول تدخل اللي قلته الجزائريين كانوا مرض شعب كجسم كان مريض وفي 22 فيفري صرخ باللي راني مريض درنا لي زاناليز
8 شهور هادو درنا زال، كاين اللي خرجوا لي زانالي لي ريزولتا لازم نخدموا عليهم، كاين اللي مازال. نظن باللي العام الجاي يكون منيح، علاش يكون منيح؟ ما فيش اورام خبيثه؟ لا ما تلحقش للدرجه هذه الحمد لله، لانه اكتشفنا اشياء بزاف ما كناش حابين نعرفوها، بصح اكتشفناها معناتها نخدموا عليها. اليوم اكتشفنا باللي النظام ما يتغيرش، وبالتالي النظام شغل عاود نقولوا دار عمليه اصلاح داخلي نسبيا. انا نستناو اسكو دوك النظام طونكو ما غيرش رجاله اسكو تغير الممارسات ولا لا. الحاجه الثانيه اللي ربحناها وراح نشوفوا الثمره تاعها مستقبلا، انه راح نشوفوا نظام يبدا يغير في الممارسات تاعو، ونشوفوا معارضه تتشكل حقيقيه ماشي قديمه. تغيير ممارسات النظام هنا دكتور هنا مهم جدا. هل سنقضي على الفساد؟ ما تبقاش هذه الملايير بهذه الاعداد المهوله يعني تختلس وتسلب وتنهب، هذا هو المفيد ربما. شوف دخلنا مرحله جديده. علاش؟ لانه الجزائريين اليوم دخلوا مرحله الانتباه. الجزائريين لما يعسوا، في السابق الجزائريين كانوا مستقلين، ماشي ما كانوش حابين الحاجه، ما كانوش يعتقدوا بلي يقدروا ياثروا. اليوم كاين نفسيه الجزائري المراقب، واش بقالوا؟ بقالوا ينتقل من لحظه الغضب، من هذاك التعبير تاع الغضب، الغضب يبنيه، هذا يبنيه ويولي ممارسه، هذيك ممارسه تصحح الاخطاء، وهذا اللي حيصرى دركا. لانه عاده باش يصرى التغيير يصرى بانك انت تخطط التغيير. كي تكون انت ضعيف وماكش جاهز يصرى لك التغيير بالممارسه، تبدا يصراو لك ضربات وبعد تتعلم. الجزائريين داو ضربات بزاف هذا العام، لانه كانت عندهم نفسيه اشياء، وبعد ظنوا بلي ما يقدروش، وبعد تقلقوا، واليوم راهم مقلقين. واش معناتها؟ معناتها كاين مراجعه. اليوم حنا رانا نراجعوا في روحنا، المثقف اكتشف بلي هو ضعيف، السياسي اكتشف روحه بلي ضعيف، يعني الجميع اكتشفنا بلي حنا ضعاف، وبلي حنا ماشي شعب الله المختار، وبلي شعوب اخرى بزاف خير منا، والنظام اكتشفنا وتاكدنا بلي فاسد، معناتها لازم تتبنا. دوك هادو كل واحد فينا راهو معزوم، بيان سور ماشي كيف كيف، المسؤوليه كبيره النظام، وهو راهو يقول لك راح نسيي نبدل وندير وندير، معناتها راح يكونوا هوامش. الجزائريين اللي راهم رافضين هما مستويات، كاين ناس هم رافضين يتعاملوا مع النظام، هذوك راح يوروا معارضه، وهذوك راح يتشكل منهم الحراك، يخرج منه نواه المعارضه، ولذوك الحراك بدا يتشكل، بدا يتنظم، في اخر المطاف بدا وراح يتقسم، ويتقسم وتخرج منه معارضه سياسيه، والنظام يبدا يتغير. ما يسروش لازم له، لازم له فئه من الجزائريين تضغط عليه، تقعد ضغط عليه، تضغط فئوي. حول مصير حراك الجمعة والثلاثاء، هل سيبقى بهذا الشكل؟ شوف الحراك، مش نقول لك الحراك ما يقدرش يأثر بكثر من اللي صرا، خلاص ما من حول البقاء تاعو راح يبقى بصح رم، ماشي يقول لك رمزي، ماهوش قادر على تغيير معادلات كبيره، وما فهموا الامر هذا وراح يبدا يعاود يتشكل، بصح باش يعاود يخرج بمشهد كيما دام يخرج راح يقعد الحراك، لانه ماهوش مقتنع بالمشهد الحالي. وشنو دوك استشعر؟ تصور انت في سمانه واحده، في السمانه تاع الانتخابات الحراك فقد القدره على واش؟ القدره على انه يدير اضراب عام، فقد القدره على انه يدير اعتصام، فقد القدره يدير عصيان مدني، وفقد القدره باش يعطل انتخابات النظام. وبالتالي اليوم حبوا ولا نكرهوا، قلناها ولا ما قلناهاش، ادينا بزاف دروس في 2019 راح نبداو نخدموا فيها فعليا، ونخرجوا من الجانب العاطفي باش نبنيو البلاد. على مستوى النظام راح يكون عليه ضغط كبير، لانه الازمه الاقتصاديه تضغط عليه، وحتى الناس اللي جابهم ومن قلب النظام مطالبين يغيروا الممارسات تاعهم، لانه تصور انت النظام حيديماري من تحت الزيرو، أو حيدي ماري متهم، انت الشخصية النظام متهمة وكانت جزء من المنظومة السابقة، وبالتالي عندنا معادلة منيحة، عندنا نظام معسوس ماهوش في أرياحية، راهو متهم، عنده قضايا تاع فساد بزاف، شاف الناس كيفاش تحاسبت، معناتها رايحين يراقبوا روحهم، وعندك جزء من الشعب ماهوش راح يثق فيك كليا، وعنده جزء من الشعب ويا من بيك من الصحراء ويقول لك نعسك، أني نعس فيك، وبالتالي دخلنا معادلة صحية. اليوم واش بقى لنا؟ بقى لنا نخرجوا من الكلام، بقى لنا نخرجوا من التخوين والتجريع والشعارات، ونبني والسلوك تاعنا، لازم السلوك تاعنا يخدم الجزائر، يبدا يتغير تدريجيا، وربما ابري اون اني راح نلقاو روحنا في مشهد سياسي مختلف. هذه هي رؤيه الدكتور بكيس، انت كيف ترى المشهد ونحن في العام الجديد؟ نعم، انا اولا نحيي كل الجزائريين بهذه المناسبه، فيه من الجزائريين اللي ما يحبش الاحتفال براس السنه، لانه فعلا معليش هي رمزيه، لا نعم ولكن رمزيتها نفسيه، دخلنا مرحله جديده، لا هذا هو المرور من سنه اداريه، احنا مضينا سنه، فلازم لازم لازم نعمل محاسبه للذات لينا كجزائريين، واش انجزنا وفاش فشلنا، واش الحاجات اللي عطلتنا. لهذا انا بعيد على التمني، نحب نتكلم على ما يجب ان يكون. احنا مقبلين على فتره جديده، على
جزائر جديدة مثل ما سماها يعني رئيس جمهورية عندنا جديد، شكل بدأ يشكل في طاقمه على الأقل على مستوى ديوان الرئاسة، عين وزير أول جديد، فالمرحلة المقبلة ومقبلين أيضا على تشكيل حكومة جديدة. مهما كانت الأسباب تحديات كبيرة جدا، 2020 ستكون سنة تحديات. السنة الماضية كان عنوان أحد الضيوف أنها ستكون سنة الترقب، وها ندخل نحن سنة 2020 ونحن نترقب الحكومة. لا أعتقد أننا دخلنا إلى التحديات، لأن الحكومة لن يطول، يعني مسألة يبدو لي 48 ساعة. مسألة التحديات هي اللي كبيرة جدا، لأنه فيه تحدي، عندك تحدي دستور كما يريده الجزائريين، والدستور يبقى يعني سنوات وسنوات ولما لا قرون مثل باقي الدول، على الأقل الدول الكبيرة ولا الدول اللي عندها باع في الديمقراطية. عندك مسألة تجديد المؤسسات، هذا إذا بقى فيه وقت، وممكن والحق علينا وقت قبل موعدها، مؤسسات تشريعية لما لا، المؤسسات أيضا المحلية يعني المجالس الشعبية المحلية. عندك اقتصاد يجب تنويعه، هذا جاء ممكن في يعني البرامج، ولكن دولة كيما الناس. نعم بس بنا لا اكيد حتى كجزائريين باش ننبذ في الحقيقه التفرقه بيناتنا، ننبذ خطاب الكراهيه بيناتنا، لانه احنا الان حابين نبنيو ارضيه اللي على اساسها نبنيو دوله من جديد، نبنيو مؤسسه دوله. يستحيل نبنيوه ممكن بالتشكيك وعبارات التخوين وخطابات الكراهيه اللي موجوده الان، هذه بيننا فقط كجزائريين. تصور انه عندك جهات اخرى لا تحب الخير للجزائر، هذا أمر واقع يعني معروف والناس لازم تعرفه. تصور بالإضافة إلى هذا لا يمكن أنه نمشي إلى الأمام إذا ما كناش قويين داخلين وما كانش فيه صلابة لهذه الأرضية. أستاذ نزيه، كيف يمكن أن تكون العلاقة أو تتوقع أن تكون العلاقة بين السلطة والشعب، وأنه رئيس الشعب الممثل في الحراك طبعا، نعم في الحراك الشعبي خاصة، وأنه ربما رئيس الجمهورية قال أنه راح يمد يده للحراك الشعبي، هل سيتحقق هذا خلال سنة 2020؟ طبعا هو عبر عن هذا خلال تاديه اليمين. انا شخصيا نعتبرها صادقه، لانها تخدمه هو كرئيس جمهوريه. اي رئيس جمهوريه يجي باش يقضي عهده على الاقل مستقره، فيجب انه يخلق نوع من على الاقل من الاستقرار ومن السلم. في الحقيقه جاء في ظرف غير عادي، في ظرف استثنائي، حتى بالاضافه الى الحراك الموجود، بالاضافه الى الحوار اللي ممكن فيه شخصيات قبلت انها تدخل الحوار، في شخصيات مازال تفكر، في شخصيات رافضه. عندك ايضا مجموعه كبيره من الاحتجاجات تم تأجيلها لأنه الوضع ما كانش عادي تاع الجزائر، وبالتالي كل الناس كانت حابة نوصلوا إلى حل الخروج من النفق. الآن لما خرجنا من النفق وفيه رئيس جمهورية وفيه حكومة إن شاء الله خلال الأيام القادمة راح يتعينوا أعضائها، فراح تطفو أيضا على السطح بعض احتجاجات فئوية، التربية، الأطباء، الممرضين، الشباب وغيره وغيره وغيره. كل هذا في الحقيقة سيتطلب حكمة كبيرة في معالجته دائما من خلال الحوار، من خلال الحوار وتقبل الآخر والنظر في المساحات المشتركة بيناتنا. نعم. مثلا أنا نظن الحراك، ما تبقى من الحراك ورئيس الجمهورية نفسه، العامل المشترك بيناتهم أو المساحة المشتركة اللي يقدر يكون الحوار فيها نافع وقوي ويخدم المصلحة تاع البلاد في المستقبل هو مسألة التغيير. رئيس الجمهورية يعني تعرض الى ظلم من هذه العصابه، الحراك ثاني يشوف بانه لازم نخرج من 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 الريع ومن هذه العصابه ومن الفساد، ومن اذا كان في اتفاق في هذه المساحه ممكن من خلال هذه المساحه يكون حوار جاد وقوي ومن خلاله نبني المستقبل. وايضا انا شخصيا الشيء اللي نتمناه انه شباب الحراك اليوم اذا كان فيه فرصه قادمه انه تكون فيه مجالس منتخبه جديده سواء من البلديه الى البرلمان، على الشباب الجزائري انه يقتحم المشهد السياسي، لانه لا يمكن أن نغير الأحزاب الموجودة حاليا أو نكتفي بذمها. نعم. أو معارضتها، يجب الدخول. نعم. لها واقتحامها وتجديدها من الداخل. إذا سهيل معوش، ربما في الترقب ونحن نترقب تشكيل الحكومة وتشكيل الحكومة فيها وزير الشباب والرياضة، ربما كيف تتوقعين أن يكون هذا القطاع خلال السنة، هذه السنة سنة 2020؟ ربما ماذا يمكن وماذا ربما ما زال طريق بعيد حتى نحققه خلال هذه السنة؟ لا أظن أنه الطريق بعيد، إن شاء الله يكون طريق قريب، نختصر الطرقات علي. لكن قطاع الرياضة عام 2020 نقول لكم أنا أستبشر خير خاصة في هذا القطاع. تفاؤل يعني من حيث أنه رجاء أم هو تفاؤل؟ لا هو تفاؤل مبني على حقائق.
أوضعتني في موقف حرج. إن شاء الله يكون حقائق، إن شاء الله تكون حقيقة، لأنه 2020 تنتظرنا العديد من الأحداث الرياضية. كيف في تصفية كأس العالم؟ فيه تصفية كأس العالم، وفيه أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك كاين كأس إفريقيا لكرة اليد، وأيضا جوائز الكاف اللي هي على الأبواب إن شاء الله يوم 7 جونفي اللي عندنا مرشحين. تصفيات كأس العالم مش عندنا أهم التحديات اللي أمام أشبال بالماضي؟ تحديات كبيرة، وهو العودة إلى الواجهة كما ذكر الأستاذ نزيه قبل قليل، أنه لابد أن الجزائر تولي من الباب الواسع إلى المونديال بعد غيابها، يعني ما شاركتش في طبعة 2018 بروسيا. إن شاء الله هذا العام تكون ضمن يعني المنتخبات اللي حتشارك في كأس العالم، ولما لا نروح إلى أبعد دور في هذا المنافسة العالمية. نعم أستاذ بكيس، نتحدث الآن ربما عن التفاؤل والتشاؤم. ربما تفاؤلاتك خلال سنة 2020، وما هي ربما الجوانب اللي تتشائم فيها خلال سنة 2020؟ لا، الأكيد أنه الأوضاع مش حد تحسن، بصح واش راح يصير الحاجه المليحه؟ لانه احنا لازم نفكروا بلي احنا نخدموا على غيرنا. بدنا بالحاجه المش مليحه، بدنا نروحوا للمليحه. لا مش مليحه، انه ضيعنا فرصه الحراك، كنا قادرين نستغلوا فرصه كيما دي تاريخيه احسن، وتبان نفسيه تاع مجتمع تاع شعب كامل، كنا قادرين ننطلقوا به انطلاقه رائعه. ضيعنا، درنا لجنه حوار بيضون، درنا لجنه تاع تنظيم انتخابات سيئه، خرجنا بمرشحين سيئين، ضيعنا يعني امور كثيره ضيعناها. كان قادر الحراك مثلا قادر انه يستدرك، شوف الناس يحاور يمثل الولايات المتحده الامريكيه تخلص دراهم باش تكذب على الشعب تاعها، باش تعطي له نفسيه، باش غدوه الامريكي يشعر باللي عنده تاريخ وعنده شخصيات، وخدمت له باتمان وخدمت له سوبرمان. انت احنا تما طاحتنا فرصه، ماشي تاع النظام، ميم با النظام اصلح بالاخطاء تاعو بالفساد تاعو، خرج لك شعب كامل كبير وصغير غالبيه تاعو ويقول لك اعطونا دور باش نبنوا البلاد، اعطونا دور باش حنا نقروا، معليش تجي مره ومن بعد حنا نبنيوها. لكن هذا الحراك ربما ما جابش هذاك اللي يمثلوا، ما كاش حراك مان. لا هوش مشكلته الحراك، هذا مشكله نظام فاسد اساء غلط، ومن بعد خرج له شعبه وقال له على بالي باللي غلط وفسدت بزاف، سقم روحك، اعطيني فرصه، اعطيني فرصه حقيقيه. احنا ضيعنا نسبيا هذه، ما استمر معناتها مازلنا داخلين في 2020 بهذيك تاع الترقب. شفت انت واش كنت تقول؟ ترقب، مازلنا في الترقب على اساس ليس هناك اطمئنان اليوم في البلاد. ما كاش ترقب العهده الخامسه على الاقل، الفرق تعرفوا الصرا، الفرق احنا اللي رانا نتبدلوا، هذا هو المعادله المنيحه. وليدنا يتبدل، بنتنا يتبدل، المرات تاعنا يتبدل، الراجل يتبدل، لحظه انتباه فهم بلي ما كانش حل بلا هو ما ينخرط في الحل، بلا ما يولي هو جزء من الحل. هذا هو المعادله الكبيره يصاتنا، رانا خارجين من الاستقاله، لانه دوك واش دير انت بملايين الشباب؟ هذو هما الجامعيين وغير جامعيين، يسحقوا ادوار اجتماعيه، هذو راح يدوا الادوار تاعهم، صافي. هذا هو المعادله المنيحه اليوم 2020 ان شاء الله. هو معناتها ماشي الاوضاع راح تتسقم، لا حنا نقروا ندخلوا باش نسقموا الاوضاع، لانه وظيفينا ما عندكش حل واحد اخر. اك جربت وسييت ومنا، وبعد اكتشفت باللي النظام صعيب والنظام واعر وباللي النظام متجدر وعندك ناس بزاف فاسدين عايشين بالنظام، ابناء النظام، وهادو راح يشوشوا عليك ما يخلوكش تعيش ترونكي، لانه هادو انتهازيين راهم بعشرات الالاف موجودين في كاع القطاعات، معناتها كاين تحدي كبير. التفاؤل قلت لك، التفاؤل هو البنادم، هو الشخص، هو الانسان نهار يقرر التغيير. الجزائريين قرروا التغيير، هذا اكبر شيء. كاين انظمه قاعد تمشي مور شعوب تاعها وتحلل فيها ودارت كل شيء باش تحركهم وما تحركتش. اليوم احنا كجزائريين قررنا باللي يكون تغيير، وهذا اكبر مكسب. المكسب الجزائري اليوم هو مكسب نفسي. اليوم النظام دخل مرحله محاوله الاصلاح، وهذا مكسب بالنسبه لنا، وخلينا نتفائلوا. واليوم راح الضغط راح يكون على كل القطاعات الفئويه باش انه تحسن الاداء تاعها وتحسن التنظيم تاعها. وبالتالي اعتقد انه 2020 هو مرحله الانتقال من الانطباعات والشعارات الى مرحله التاسيس لبناء التغيير، وهذا هنا راح يبرز ما تختزنه الجزائر من نخب ومن جامعيين ومن طلبه ومن شباب وكل قدرات ان شاء الله. استاذ نزيه، ربما جوانب التفاؤل والتشاؤم خلال سنه 2020.
طبعا انا متشائم نوعا ما، لانه نخاف فقط مثل ما ذكر الاستاذ انه الناس تفهم بانه دائما الكره عند الاخر وما هيش عندي. الكرة عند كل جزائري، كل فرد جزائري، وبالتالي إذا انطلقنا من أنفسنا ومن ذواتنا وحسينا بأنه التغيير يجب أن ينطلق يعني من بيوتنا، من المتر المربع اللي احنا نحجزوه، هنا ممكن يجي التغيير وبعدها نطالب. كل واحد فينا الآن لوم الأحزاب وإحنا ما عملنا ولا شيء، ما انخرطناش في هذه المسائل. مش مسألة تشاؤم ولا تفاؤم، ولكن مسائل تقديرية بناء على المعطيات الموجودة. أنا قلت لك ستكون سنة تحديات، ستكون سنة لإصلاح المنظومات كلها اللي موجودة. عندك منظومة قانونية مهترئة لكل القطاعات. إحنا تكلمنا ممكن اليوم يعني تقريبا أكثر من ساعتين في البرنامج، ما تكلمناش فقط إلا على زوج جوانب أو ثلاثة. فتصوري لو نتكلم على كل جوانب الأخرى، الثقافة، لو تكلمنا على التربية، المنظومة التربوية، لو تكلمنا على منظومة الإعلام، لو تكلمنا تمت عمليات إصلاح مزيفة في الماضي، يعني طيلت 20 سنة وإحنا نسمع بعملية الإصلاح، حتى كرهنا كلمة الإصلاح، هذه اللجان لإصلاح وكرهنا ما حدثنا عن إصلاح إلا وأخفوا خلفه إفسادا. نعم، وكل ما تشكل لجنة إلا عارفين بأنه راها ما كناش ننتظر ولا شيء. الآن حابين فعلا عملية الإصلاح هذه تكون لإصلاح المنظومات القانونية. قلت لك التحدي من بين التحديات الكبيرة الدستور، بعد الدستور، لأنه الدستور هو أب كل القوانين أو أم كل القوانين. بعدها سيأتي إصلاح كل القوانين الأخرى، عندك قانون الانتخابات، كل تقريبا القوانين اللي تسير الشأن العام في الجزائر ستكون بإذن الله خلال سنة 2020. هذا إذا مشينا إلى استفتاء شعبي بخصوص الدستور، يعني في نقول لك 9 أشهر القادمة، يعني ممكن جدا يكون إذا ما كانش في الصائفة يكون خلال سبتمبر. فبعدها مباشرة راح يكون إصلاح المنظومات القانونية. أعتقد هذا راح يسمح لكل المسؤولين الجزائريين، لأنه حتى مسألة مثلا مكافحة الفساد أو الوقاية من الفساد هي أيضا مسألة تنطلق من ذواتنا، لأنه الآن كل جزائري اللي يملك كفاءة معينة في مجال معين ممكن جدا أنه في 2020 يكون مسؤول على قطاع معين، يكون مسؤول على مصلحة معينة، على مديرية معينة، أنه يتقي الله عز وجل في هذا الشعب، لأنه نهبت أمواله وخيراته طيلة سنوات وسنوات وسنوات. ومسألة يعني الشيء اللي صار في 2019 أنه يكون عبرة له، حتى إن شاء الله ما يكونش نفس المصير، وبالعكس يكون مصيره إنجازات لصالح الشعب الجزائري. كلمة أخيرة سهيلة، ماذا تقولين ونحن في الدقائق الأولى من سنة 2020؟ نقول إن شاء الله الجزائر عام 2020 تكون بخير من كل في كل الجوانب في كل الميادين، خاصة قطاع الرياضة. وأنا كما قلت لك قبل قليل أني أستبشر خيرا إن شاء الله، الرياضة الجزائرية حتكون أحسن في عام 2020، وإن شاء الله المنتخب الوطني تاعنا يواصل على نهجه الإيجابي، ولما لا التحقيق نتائج أفضل، وكذلك الرياضات الأخرى. وأنا أيضا متفائلة بعودة الرياضيين، خاصة فؤاد بقة، لنوجه التحية من هنا بعد العقوبة اللي تلقاها عامين من ذوي الاحتياجات الخاصة، يولي من الواجهة إن شاء الله يتأهل إلى أولمبياد طوكيو. وهذه هي إن شاء الله يكون فيها خير إن شاء الله. دكتور بكيس، كلمة أخيرة، 30 ثانية فقط الوقت. يعني وش نقول لك، أنا إن شاء الله 2020 يكون مليح إن شاء الله، وإن شاء الله الجزائريين يغيروا المصير تاعهم ويحسنوا الأوضاع تاعهم. لازم كل واحد فينا يأخذ القرار دياله، لأنه راح يسجل علينا التاريخ وراح يشهد علينا التاريخ. هاد العام كنا أبطال، 2019 الحمد لله عولينا من الاستفاقة. نظن بلي الشعب كان بطل، وبين بلي ما ماتش، وبلي بين بلي يحب بلاده ومتمسك بها ومستقبل تاع ولاده. ما بقات برك هاد الممارسة، ننتقلوا إلى ممارسة مؤسساتية. وأهم شيء في المعادلة، نتمنى من الجزائريين ما يعودوش يرجعوا للاستقالة إن شاء الله. أستاذ نزيه في 30 ثانية. أنا نقول يعني تفائلوا خيرا تجدوه، يعني من باب التفاؤل. الشعوب اللي تنجح ولتنال السعادة ولتنال الرفاه هي الشعوب التي تقرر ذلك. نظن الشعب الجزائري كان قرر هذا وجماعيا منذ السنة الماضية، يعني منذ 22 فبراير. هذا يعني من غير الطبيعي ومن غير المنطقي أنها لا تكلل بنجاحات مستقبلية في 2020. النجاحات المستقبلية هي عملية بناء صحيحة، هي عملية تصالح مع الذات. كل واحد يحاسب نفسه ويحاسب أخطائه، يعني يعتبر من الماضي، يعتبر من كل عملية فشل شافها أو جربها شخصيا، لكي ننطلق على قاعدة صلبة باتجاه المستقبل وباتجاه نجاحات وإنجازات إن شاء الله الجزائر الجديدة إن شاء الله. أستاذ نزيه، ومن الأستاذ نزيه نعود لي أنا نزيهة، ونتمنى
نتمنى أنه تكون النزاهة ربما الحاضرة الأكبر يعني في جميع القطاعات، ونتمنى أنه تكون الله. الجزائر آمنة ومستقرة إن شاء الله. شكرا لك زميلتي نزيهة، شكرا لضيوفي الكرام دكتور نور الدين بكيس، شكرا جزيلا على ما تقولش كلمة ختامية. أنا راح نقول خليني كلمة شكرا جزيلا لكم، شكرا للأستاذ نزيه بن رمضان، شكرا للزميلة سهيلة معو، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لجميع الزملاء في قناة البلاد. كانت سنة متعبة 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 جدا. نشكر جميع زملاء، ربما في زملاء قالوا لي نذكر أسماء لكنني آثرت ألا أذكر حتى لا أنسى، لأنني إذا نسيت شخصا فأكون قد ظلمته ظلما كبيرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نتمنى إن شاء الله يكون عام الخير، عام للتفاؤل، عام إن شاء الله نصحوا فيه الأخطاء، عام إن شاء الله نقدروا نصيبوا طريقنا نحو المستقبل، وإن شاء الله الجزائر دائما وأولا وأخيرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. طبعا الشكر لشركة ريندي موبيليا اللي ساهمت معنا في هذا الديكور، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أتمنى لكم إن شاء الله عام سعيد، كل عام وأنتم بألف خير.